ولتقديم قراءة علمية لهذه الأرقام نستضيف الدكتور حمزة حمزاوي، وهو طبيب متخصص في التخدير والإنعاش بمستشفى الرازية تابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش. دكتور أهلا وسهلا بكم معنا. أهلا أهلا دكتور. استمعتم إلى ما تفضل به يا سيد اليوبي، كيف تقيم الحالة الوبائية في البلاد؟ فكيف ما قال البروفيسور يوبي بعد هذا التقرير ديالو بان الحاله لحد الان مستقره الى حد ما، كاين واحد شويه ديال التفاوتات من يوم الى اخر لان مازال المخالطين كيبانوا، مازال البؤر كيبانوا، ولكن الحمد لله في المجمل فاحنا في حاله مستقره، يعني ان بلاطو مستقر هذه واحد 8 ايام او 9 ايام. طيب نحن تجاوزنا عتبة 5000 إصابة، هل هذا يدعو للقلق أم بالعكس في الظروف الحالية وفي السياق الحالي وخاصية انتشار هذا الفيروس عندنا في المملكة؟ لا، خصنا نشوفوا العدد اللي وصلنا له ديال الإصابات الموجبة 5000، خصنا نحيدوا منه الحالات اللي براو هي 2000 وشي حاجة، كنبقاو ديما كما قلت لك في لو بلاطو، حنا في 3000 و 3000 وشي حاجة، يعني كاينين بعض التفاوتات اللي راجعة لهذا البؤر اللي كيبانوا والمخالط اللي كيبانوا، ولكن كنبقاو في الإحصائيات أننا ما كنبعدوش بزاف على البلاطو المستقر. طيب ارتفاع نسبة التعافي في مقابل استقرار نسبي في نسبة الوفيات، كيف تقرأ هذا دكتور؟ حالة الشفاء لحد الآن علاش غدا وكطلع، فهذا راجع لبزاف ديال العوامل، راجع لثلاثة ديال العوامل غادي نقولهم لك دابا. العامل الأول هو أن كما كتعرفوا الدولة ديالنا كبرات المراكز ديال التحاليل، يعني العدد ديال التحاليل غادي وكيكبر. كم عددها اليوم دكتور؟ كنوصلوا حتى 2500 تحليلة في اليوم على ربع المملكة كاملة. نسبة مرضية؟ نسبة مرضية اللي مازال كتطلع، يعني كل ما حضروا المخالطين او حضروا الناس اللي عندهم الاعراض فالتحليلة كدار، يعني حنا لحد الان مازال ما وصلناش نقولوا ان راه ما بقيناش قادرين نديروا ولا ما سميتو، يعني لحد الان اطباء البيولوجي والبكتيريا والتقنيين اللابوراتوار كيديروا الحراسة 24 ساعة على 24 ساعة باش التحليلة ما كتحبش 24 ساعة على 24 ساعة. دونك هذا هو العامل الاول اللي كيخلي هذا العدد ديال الاصابات، العدد ديال الناس كتبرع. علاش؟ لان هذا العامل الاول تابع له العامل الثاني، لان كل ما شخصنا المرض بكري وكان حامل حيكون حامل الفيروس سواء عنده الاعراض سواء ما عندوش الاعراض، فهذا كيخلينا ندخلوا الدواء بكري. اللي تابع له العامل الثالث فان البروتوكول اللي حطته وزاره الصحه فهو فعال ذو فعاليه اللي كيخلي ان هاد المرضى كل ما تشخصوا بكري وكل ما التحليله جات بكري كل ما الدواء بدا بكري، فهذا كيخلي ان الناس كتبرع في مدة زمنية وجيزة، وهذا الشيء اللي كيطلع عدد ديال الناس اللي كتبرع بارابور الناس اللي كتحلل. غنلخص لك هذا الشيء كامل ونقول لك ان كل ما تقلصات المدة الزمنية ما بين اول عوارض المرض والتشخيص ديالو بتحليلات البي سي ار فهو كيعطي الحظ الوافر لحامل الفيروس بيتعافى بالدواء اللي حطته وزارة الصحة. طيب دكتور، تابعت دكتورا متخصصا في علم الأوبئة يقول أن التحليل الإيجابي هو دائما إيجابي ولكن التحليل السلبي ليس كذلك دائما، هل لك أن تشرح لنا ذلك أكثر وماذا عن الحالة المغربية؟ الحالات اللي كيكونوا سلبية وهي ماشي إيجابية كنعاونوها بالراديو سكانير ديال الرئتين اللي كيكمل لنا الحالات اللي كتكون فيها التحليلة سالبة والمريض عنده أعراض كاملة ديال المرض، فهذا اللي كيخلي عاود ما كنتسناوش التحليله الثانيه تكون ايجابيه عاد نبداو الدواء للمريض، فكانت تعاونوا مع اطباء وتقنيين الراديو كيديروا لنا لي سكانير ديال الرئتين في ظرف وجيز اللي كيخلينا نبداو الدواء ونعاودوا التحليله اليوم الثاني او اليوم الثالث اللي كديك ساعات كتكون موجبه. طيب دكتور، ما هي نسبه الخطا في التحليل؟ هل يمكن ان يعطينا انه ايجابي وهو في الحقيقه ليس كذلك؟ باش يكون ايجابي وما يعطيناش باش يكون ايجابي هو سلبي شويه النسبه قليله بزاف، ولكن باش يكون هو سلبي والمريض ايجابي فهذا يقدر يكون تفاوت ما بين لا شارج فيرال، يعني شحال المريض عنده ديال الفيروس كي عنده في الذات ديالو والتحليله في ديك الوقيته والاعراض كيكونوا فايتين، يعني كيكونوا بحال مسبقين على لا شارج فيرال طلع، فهو اللي كيخلينا اننا نزيدوا نكملوا بلو سكانير ديال الرئتين اللي تيخلينا هذيك النسبه ديال
20%، لان النسبه ديال الخطا كتكون ما بين 17 حتى 23%، يعني 78% دو بوزيتيفيتي. دونك هذيك 18% حتى 22% كنكملوها بالسكانير اللي كتخلينا نبداو الدواء بكري للمريض. طيب ماذا دكتور عن مؤشر انتشار المرض والعدوى كذلك، الى اين وصلنا اليوم؟ دونك مؤشر انتشار العدوى او ما يسمى مؤشر R0، فهو الحمد لله اذا كان هذا الرقم ديال 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 المخالطين كيدار لهم تحليله اكثر، فان لحد الان وصلنا ما بين 0.07 و 1.04. دونك نقدروا نقولوا ان هذا يقدر يتبدل الى الناس انضبطت وجلست على الجلسات وكملت على الحجر الصحي، باش نوصلوا الان R0 قل من واحد باش نقدروا نبداو نفكروا في الرفع ديال الحجر. ولحد الان مازالين في 0.04 1.04 1.07، ومازال البؤر كيبانوا، يعني مازال المخالطين كيعاديوا اللي دايرين بهم. فلحد الان ما نقدروش نقولوا انه كيقرب القل من واحد، ولكن مازال ما وصلناش. بالنسبة إليك إذا قرار رفع الحجر الصحي مازال بعيدا نوعا ما؟ يقدر ما يكونش بعيد إلا بقات هاد الأسابيع ولا هاد الأيام اللي بقات الرفع الحجر مازال يزيد يتزير ويزيد يصبروا معنا شوية الناس باش يقدر يتقلص عدد المخالطين وعدد المصابين بالمخالطة. طيب نسبة التعافي عندنا في المغرب هي 37.3 مقارنة بنسبة 34% على المستوى العالمي، أهلك أن تعطينا تحليلا لهذا الرقم؟ تحليل هذا الرقم لحد الان مازال ما وصلناش للاخر ديال هذه الجائحه باش نقدروا نقارنوا بيننا وبينهم، ولكن لحد الان علاش؟ لان بحال قلت لك الدوله سرعت في بزاف ديال الحوايج باش النسبه ديال التعافي طلع، يعني شدوا الحدود بكري، الرفع ديال الحجر الصحي بدا بكري، الكمامه، هادو كلهم سيدي باغيير، يعني هادو خلاو الحد من 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 من, من, من انتشار الفيروس. هذه رقم واحد. رقم جوج، عطاتك ثلاثه ديال العوامل اللي كيخليو ان المريض كيتعرف في واحد الوقت وجيز وكيبدا الدواء ديالو واحد وقت وجيز، هادو كلهم فهي عوامل كتطلع في النسبه ديال الاستشفاء. طيب نسبة التعافي 37%، من المفروض إذا اتبعنا الإرشادات والتدابير الوقائية ستصعد إلى أي مدى؟ ربما سقف هذا الصعود؟ السقف يقدر يوصل حتى لاكثر من 50% ان شاء الله، الى بقينا غاديين الى نقصوا شويه البؤر، يعني اللي جيت الى نقصوا البؤر ونقصوا المخالطين وهبط لو R0 القل من واحد، نقدروا نضبطوا الناس تعافى اكثر من نص ان شاء الله. طيب ماذا عن تاريخ الذروه بالنسبه اليك؟ تاريخ الذروة نقدروا نكونوا كاع فتنا، نقدروا نكونوا فيه، لان هذا البلاطو هذا اللي مستقر في 3000 وشي حاجه في عدد ديال المصابين كيخلينا نقولوا ان يا حنا رحنا في الذروة، يعني والذروة استقرت، يا فتناها. ولكن من هنا للقدام الى الناس شدت في هذا في لو كونفينمون، يعني في الحجر الصحي مزيان والتحاليل خلاونا يعني نعرفوا البؤر فين كاينه ونسيطروا عليها، فهو تكون الاخر ديال الدروه ان شاء الله. افهم من كلامك اننا لا نعرف بالمطلق اين تكون منطقه الذروه، يجب ان ننتظر من الوقت لكي نقيم ذلك. مازال خصنا نتسناو شويه، مازال التحاليل غادي كيكثروا، يعني نقدروا نوصلوا 3000 4000 في الايام اللي جايه، ومنها نقدروا نعرفوا سواء اننا فتنا الذروه يعني السالب اكثر من الموجب، او لا غيطلعوا الله يقدرها يطلعوا الاعداد الاكثر، وعاد ديك الساعه نبداو نهضروا على الذروه. طيب تحدث من قبل احد المسؤولين وقال اننا في 5% تقريبا من القدره السريريه للمغرب، انت كيف ترى هذا المعطى كطبيب من عينك الخبيره؟ انا تيبان لي ان لحد الان كل شيء مسيطر، ما عندناش حتى شي خصاص، مازال ما وصلناش اننا نوصلوا اننا كل شيء كاع المستشفى يعمر، كنهضر على المستشفى ديالي او المستشفيات اللي قرابين ليا، ولحد الان الحاله مسيطر عليها، الناس كتبرا في وقت وجيز، دونك ما كيخليش الاكتضاض وما تيخليناش نحتاجوا او نوصلوا للسره اكثر من اللي حنا فيها.
أرجو أن تشرح لنا، عندما يتحدث البروفيسور اليوبي عن أكثر من 5000 حالة، هل معنى ذلك أن هؤلاء جميعا يخضعون للعلاج أم لا؟ احنا في المغرب ما عندناش المرضى 5000 مريض، إذا حيدنا منهم 2000 مريض اللي تعافى هي 3000، ولكن منين بدات الجائحة لحد الآن 5000 مريض، كل المرضى كاملين كان دار لهم استشفاء في مراكز استشفائية. عفوا استوقفك هنا لأني تبدو الفكرة غير واضحة بالنسبة إلي، عندما نتحدث عن 5000 مصاب ناقص 2000 الذين شفيوا، أم هي 5000 مصاب زائد 2000 شفيوا تماما من المرض؟ لا، هي 5000 مصاب بالأول الجائحة، يعني خصك ديما تحيد منها 2000 مصاب اللي براو لحد الآن، دوك كتبقى 3000 حالة اللي عندها الوباء حاضر، يعني ديكا أكتيف. هاد 3000 لحد الآن فهي حالات كتبرا كتخضع للاستشفاء ديالها في قلب المستشفيات بجميع ربوع المملكة الحمد لله، ما كاين حتى شي اكتظاظ، ما كاينش أن مازال ما وصلناش أن المريض نعطيوه الدواء يمشي لدارو، يعني كاع المرضى كيخضعوا للاستشفاء في قلب المستشفى بالتتبع ديالهم الطبي والشبه الطبي. بالنسبة إليك، ما هي المؤشرات التي تدل على أننا على الأقل في الطريق القويم للخروج من هذا النفق؟ فهي المفارقة ديال العدد ديال اللي كيستشفوا بالنسبة للأعداد ديال الوفيات، فإذا جينا نرسموا المنحة فغنلقاو المنحة ديال العدد ديال المرضى اللي كيبراو غادي وكيطلع، والعدد ديال المرضى اللي كيتوفاو الله يرحمهم غادي وكيتقلص، نقدروا نقولوا كاع كينعدم، يعني ولينا كنسمعوا واحد ديال الوفيات باغ جور اون موايان، هذه بلوس دو اون سومين فوالا. طيب ما هي الحالة الوبائية اليوم في مراكش؟ الحاله الوبائيه في مراكش فهي غادا بالتوازي مع الحاله الوبائيه في بلادنا، بحال اللي قلت لكم من الاول فهي حاله مستقره الى حد ما، حتى حنا كندوزو بشي يوم او يومين او ثلاث ايام في الاسبوع فين كيطلعوا عدد المرضى، حتى حنا كنكتشفوا مره في هاد السيمانه بؤر اللي مازال كتبان، مازال مخالطين كيبانوا، مازال كما قال الاستاذ اليوبي مخالطين كيكونوا اسيمبتوماتيك ما عندهم حتى شي عوارض وكيكونوا بوزيتيف، ولكن مستقرة إلى حد ما في المجمل. ما يهمني تماما دكتور أن أتعرف على تجربتكم الشخصية، هل هناك حالة مريض ما أو حالة استشفائية ما أثرت فيك أكثر من غيرها ربما؟ أو فاجأتك كطبيب؟ فاجأتني، فإن في الأول فاش بدات هذه الجائحة هذه كنا تجندنا كاملين كأطباء إنعاش وتخدير، كنا من المسيرين ديال مسار كوفيد، وبدينا كنشدوا المرضى الأولين في المغرب، يعني خصك تعرفي أن أول حالة كانت في مدينة مراكش، ومن بعد كيجيو الحالات اللي شويه صعاب، يعني حالات كتبغي الإنعاش بجميع الأطقم ديالو. داز عندنا مريض اللي اثر فينا كاملين كاطباء انعاش وتخدير ديال المستشفى محمد السادس، لان بقى معنا 17 يوم في الانعاش تحت التنفس الاصطناعي، تحت المخدر، تحت بزاف ديال الادويه، والحمد لله خرج منها ومشى لدارو على رجليه. هذه حاله كانت خلاتنا بحال تشبتنا بهاد الحاله، وكنا كناخذوها كموعظه لنا كاملين، واي مريض كيجي كنزيدو نعطيو فيه الامل، وكنقولوا ان كما داز اول مريض عندنا في الانعاش وبقى 17 يوم فان الاخرين غيدوزوا. الحمد لله لحد الان المرضى في المجمل كيتماثلوا الشفاء كل ما جاوا بكري، وهذا الا شحنه من الطاقه الايجابيه ليا ولجميع الاطقم ديال الانعاش والتخدير. طيب نستمع ونسمع ونقرا الكثير، ولكن لا اعرف ما نسبه الحقيقه فيما يقال، هل لهذا المرض مثلا تداعيات خطيره على الصحه بعد الشفاء؟ هناك من يتحدث عن فقدان حاسه الشم، هناك من يتحدث عن فقدان حاسه الذوق، هناك من يتحدث عن فقدان 30% من القدرة التنفسية، هل هذا الكلام صحيح دكتور؟ الشم والسمع هادو حالات، هادو من العوارض اللي كيجي بهم المريض في الاول، ملي كيجي ملي كياخذ الدواء ديالو هذا ما كيبقاوش، يعني كيرجع للمريض داكشي بالتدريج بشويه بشويه، دونك ماشي قطعي، يعني هادشي كيرجع بشويه بشويه مع الحاله ديال الاستشفاء ديالها. التنفس حقيقه كاين المرضى اللي كيوصلوا للانعاش، ملي كيوصلوا للانعاش كيكون تشمعات
واحد النسبه من الرئتين الى تشمعات واحد النسبه من الرئتين فمن الصعب ترجع في ديك الوقيته، وهذا كيتطلب واحد التتبع من بعد ديال المريض مع اطباء ديال الصدر والتنفس اللي كيبقاو يتبعوا معاه مع الترويض التنفس اللي كيرجع هذيك النسبه المئويه بشويه بشويه. اما المرضى الحامدين اللي جاوا في عوارض طفيفه وجاوا سورتو في واحد الوجيزه واحد الوقت وجيز وتعرف تشخصوا في اقل من 24 ساعه بداو الدواء ديالهم قل من 48 ساعة حتى 3 ايام بارابور للعوارض، فهادو المرضى ما كيبقى عندهم حتى شي افي سيكوندير او لا شي مضاعفات من بعد المرض. الدكتور حمزة الحمزاوي شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، نشد على يدك وعلى يد جميع الكوادر الطبية الموجودة اليوم في الصفوف الأمامية، ونحن فخورون بكم كذلك.